سيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك طوروه خليتونا غير في التربه. السلام عليكم ورحمه الله. ازوف اللون. دخلت اليوم عدة دفعات من الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة لشرشان، ومن ضمن هذه الدفعات الدفعة اللي تكون ملازمين عندي جوليتنا في مختلف الأسلحة في الأكاديمية، ويدربوا 3 سنوات، يتكونوا 3 سنوات ويتخرجوا برد ملازم. وهذه يعني تسمى أهم ما يتخرج من الأكاديمية، لأنه الباقي تاع التخصص الآخرين يعديو 6 شهور 9 شهور، كاين يدير عام، عام 6 شهور. أنا شخصيا حصل لي الشرف وأني تخرجت من الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشان، وين قضيت دورة تاع 6 شهور تاع محافظة سياسية. الدفعة اللي تخرجت من شرشان، هاد الدفعة وسخوها الخونة، وسخوها الخبثة، شنقريحة وجماعته وسخوها، طلقوا عليها اسم عدو الجزائر اللدود، أحد أعداء الجزائر هو جنرال محمد العماري اللي كان يقاتل في حاسبة بن بوعلي وفي علي لابوانت وفي كل جميلة بوحير جميلة بباشا، في كل النساء والرجال اللي كانوا يقاوموا في الاستعمار أثناء معركة الجزائر. اعترف هو بعظمة لسانه لأسبوعية لبوان، هو اعترف لأسبوعية لبوان الفرنسية أنه شارك في معركة الجزائر. طبعا ما شارش في معركة الجزائر من الجانب الجزائري، لأنه معروف أنه جنرال محمد العماري غادر الجيش الفرنسي وتم إرساله للتغلغل للتسلل في صفوف جيش التحرير الوطني 3 شهور قبل وقف إطلاق النار، الإعلان عن وقف إطلاق النار في 19 مارس. هو التحق بالجيش في ديسمبر 1961. إذن هذا السيد وين شارك في معركة الجزائر؟ وهاوليك واش يقول عن معركة الجزائر. يسألوا الصحافي تاع لو بوان، قول له أبروفي فو لا تورتور، اسكو نتا تأيد التعذيب، يعني توافق على التعذيب. يقول جي سوي زوبوزي، أنا ضد. هذا الكلام قالوه له أثناء الحرب الأهلية، لما كان هو يقود في الجيش الجزائري ضد الشعب الجزائري، لما كان حرب أهلية شعلوها صحابه هو وصحابه اللي جاوا من جيش فرنسا كلهم 11 9 جاوا من جيش فرنسا ومعهم إسماعيل العماري وتوفيق. يقول مش زوبوزي نوتر جينيراسيون أنا سوفيكم، جينا يعني قاسة من هذا الآخر. جي بيرسونيلمون فيكو لا باتاي دانجي، عشت شخصيا معركة الجزائر. إني أون أوكان كا فولو كو نو زومبلويون دو تيل ميثود، وفي كل الحالات ما كنتش حاب باش نستعملوا هاد الأساليب، يعني التعذيب. معروف أنه في معركة الجزائر التعذيب كان يعني ما كانش مثلو. جو نو دي با كو لا تورتور نا با ايتي براتيكي، ما نقولش بلي ما تمارسش التعذيب. مي chaque fois que cela s'est produit, nous avons ouvert une enquête. Mais كل مرة ما تصرا نفتحوا تحقيق. خبيث مثل هذا يطلقوا عليه اسم دفعة تخرجت من الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشان، وهاوليك صورة تاع الحوار اللي جراه محمد العماري مع جات لو بوان. العنوان الجيري اغو سور لي جينيرو، ولا ماري يديرو عنوان يقول نو نو سوم ني دي فولور ني دي تيور. هو سرق وقتال، بعد باش يقول هاسي باسكو يعرف روحو انه سرق وقتال. فوالا الخزي والعار اللي شنقريحه وطبون وكل الضباط اللي كانوا حاضرين معاهم
وقبلوا يسميوا الدفعه هذه باسم جنرال محمد العماري عدو علي لابوانت وعدو حسب بن بوعدي وعدو الجزائر وعدو الشعب الجزائري، واليوم يجوا يوسخوا دفعه من شباب ضباط. وقتاش مات الكلب هذا؟ هذا الخامجه هذا مات من في 2012، من عام 2012 اليوم يجيبوا يحطوه. وعلاش سموه عليه؟ لانه كاين موراه الخبيث تاع نزار، نعم، باش هذاك النهار اللي هم هو ثاني يسميو عليه الدفعه نزار هذايا. لولا نزار اللي قال لهم سميو عليه ما نظنش كان واحد جه في باله يسمي على نساوه، خلاص نساوه. الله ينعلو يخزيه كل من تسبب في تسميه هاد الدفعه باسم الخبيث هذا تاع محمد العماري. الله يقدر الخير بلادنا واللي يبعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمه الله.